هلاو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كسامي احنا اصحابي كما تبتوا شايفين، مثل ما انتم شايفين شباب، باقي 7 ثواني 8 ثواني شباب لنكتشف مع بعض الاساطير. خلينا نحط السماعات شباب ونكتشف هل راح يطلع، شو راح يطلع شباب. خلينا نشوف. ويلي 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 ويلي، تعال هون، خلينا لهون نعمل هيك يا اخي. ليش هيك؟ شو هون؟ شو السكيل راح يطلع؟ واب ان شو ها؟ شو هالسلاح هذا شباب؟ قولي قولي، ورود ما ورود، وشو اسمه هذا؟ وقف شباب، نعمل حول لعبه على العربي مشان نشوفوا السكيل. يلا يا صديقي، انا كثير متحمس شباب، انا كثير متحمس شباب لاشوف هذا السكيل. شو اسمه؟ شو هذا اسمه؟ بعدين معلم فهمت علي لوزلوس. ويلي عندنا هون شباب السكيل، العروسه الضرر عنا 2 من الضرر شباب، وسرعة التحويل مش لوز اللوز للاسف الشديد. عنا اختراق درع 2 شباب. اوكي خلينا نشوف السكين تاني. في سكين تاني طبصون شباب، في عنا سكين طبصون تاني، العريس. اوه شو عم بيصير شباب اليوم؟ عريس وعروسة واشياء، يا للروعة. اوكي ليز اند جنتلمن، نجي لهون. مثل ما انتم شايفين حبايبي فوق معنا 147 بطاقة. سو خلينا نشوف عددنا شباب. بس قبل ما نبلش باي شيء يا اساطير، لا تنسوا صلاة على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام يا احلى ناس، ولا تنسوا باللايكات والشيرات والبارتاجات يا احلى ناس. ابوس روحكم، بتمنى لكم يوم سعيد حبايبي. وشي تاني شباب، نزلت لكم مقطع اسطوري شباب على قناتنا الثانية يا اساطير، بتمنى من كل اسطوري يروحوا يشاهدوا شباب، حط لكم اياه تحت بالوصف، لا تنسوا تشاهدوا شباب. ولا تكون، خلينا نبلش على الجد يا اساطير، ونجيب اول 10 لفات نشوف شو حظنا من المطلع. قول لي يلا هات نشوف. يلا 10 شباب، 10 شباب، ندخل نجرب شباب، ما عندنا وقت ابدا. افتح يا قلبي انت. ايوي وي 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 ورنا سرقنا برن دينج. بيض بيض يا اخي بيض. ان شاء الله هي معلم، ان شاء الله هي معلم، ان شاء الله هي معلم. جيب السكين الاسطوري، سكين دمج معلم. ويلي 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 بيض. بليز كارينا، بليز بدنا السكين يا زلمة، نجرب ابو السكين يا زلمة. يلا كمان لفه معلم. ايه تمانو، ايه تمانو ليديز اند جنتلمان. هذه انا حاسس انه هي شو. انا حاسس انه هي، انا هي. يلا شوفوا 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 شوفوا. خليني ساكت احسن شيء، خليني ساكت احسن شيء. يلا هي هي معلم، هذا هو. 1 2 3 4 5. ايه 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 ايه. لا يا زلمة، الحص 75 شباب، الحص 75 شباب، ما بقى عندنا ولا بطاقة. وي دفقنا كل بطاقة معلم. يلا نشوف، روح ويلي، هذا هو. يلا 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 يا يا. ايوه 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 ايوه. لا يا زلمة، لا يا زلمة، خلص ولو خلص يا زلمة. شو يعني دخيل الله؟ يلا هذا هو، هذا هو. ايوه ها، اجري التبسون، اجري التبسون شباب، اجري التبسون. ام 4 يا زلمه، عندي الام 4 يا زلمه، عندي الام 4 هذا يا زلمه. عمي تضحكوا يا اخي. يلا هي ان شاء الله، هي يا شباب، هي ان شاء الله، هي. يلا 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 يا صديقي. ايه تمام ويلي ها وقول ايه تمام. يا بوي نايس، جبنا الاين شباب. بس شباب الاين رح نعمل لهم يعني مقارنه مع غير الاينات شباب، نشوف وضعه. فهمت علي كيف؟ اوكي شباب، هيك بنكون حصلنا على الاين. يا سلام عليك. اوكي شباب، ما كان عندي هذا. ويلي الانفورات شباب، صاروا انفورات باللوس. طيب راح نعمل لكم استعراض جميل جدا. اوكي شباب الحلوين، حتى يطلع لي ايس كيس. لا استنى ثواني شباب، لا لا ما ندخل. شوف شو في نزل جديد بالهاية، نزل كثير اشياء فيها جديده شباب. على فكره نزلوا كثير اسلحه جديده فيها شباب، انا يعني بهال هالان 4 واشياء، والله شيء مرتب صراحه يعني. اتس كول برو. خلينا ندخل على المتجر يا سلام، متجر الاسلحه. نجي على الرشاش معلم، نجي على الطبسون. طبعا عندي هذا كان طبسون هذا شباب، معدل اطلاق الواحد ومخزن ذخيره. هذا شو وضعه؟ هذا المكان هذا فيه مدى واختراق دروع. اوكي معناته اليوم معلم مخزن ذخيره. خلينا نجربه، راح نجربه، راح نجربه يعني كله عريس وعروس معلم. نشوف الكار، حتى نزل حتى التحميل. اوه هذا كار لوز معلم، حلو والله شباب. اسلحه اسطوريه عن جد، أسلحة أسطورية. روح الآين، وراح الآين معلم، نرجع الآين شباب نعمل. أوكي شباب، عندنا هذا الآين، أوكي عندنا 2 من الضرر تمام، والدقة
تمام. بينما هذا الشاب عندنا هذا فيه مدى بيض يعني not very cool. ما اعرف ايش انا عامل له هذا هيك، بس انا حنجرب هذا شباب. عندنا 2 مضرة شباب سرعة تحميل، نشوف وضع اكيد له حل، انا بعطيكم الحل بعد شوي. بالنسبة للثاني شاب لحد الان عندنا هذا الاين اللي يعتبر يعني حلو يعني معدل اطلاق النار يعني، لنشوف نشوف هذا شاب. بالنسبة لي هذا السلاح راح ندخل نجربه، اوكي ندخل نجربه بشكل سريع يا اساطير، نشوف وضعه شو وضعه معلم، ونجرب التبصون بنفس الوقت يا اساطير. يلا ليتس جو. طبعا شباب راح اظبط له الاي ام، سرعه اظبط له اشياءه، فهمتوا علي كيف يعني، الاكسسوارات وهيك، شوف الوضع اللوز اللوز. اوكي ليديز اند جنتلمان، نجيب الاي ان، اين هو الاي ان؟ لا تنسونا باللايكات والشيرات، ها يعني بعد بتركك يلا اترك لك 3 ثواني عشان اذكرك اذا ما حطيت لايك ولا لا. يلا روح حط لايك وظبط الوضع، انزل حط لايك وخلص معلم، لا خلاص لا ترجع عن الراس، الله يرضى عليك. اوكي شباب الاين طبعا كاتبين انه سرعه يعني تعبانه. اوكي شباب بنحط له هذا تمام، خلينا نجرب. طيب شوي بالسرعه معلم، ريشارج جميل، خلينا نشيلها. يعني هذا الافضل يعني، اذا بتشوفوا هاي شباب الافضل واحد يحطه يعني. اوكي خلينا نحط له مثبته شباب، ونشوف هل السلاح اسطوري ولا مش اسطوري. بالنسبه للطبسون كمان خلينا نظبط بنفس الوقت الطبسون شباب، نجرب الطبسون. وطبعا شباب يعني راح نجرب الاسلحتين الرئيسيين يعني بهالماكينه، مع انه يعني فيها يعني اسلحه اسطوريه يعني مثل ما انتم شايفين. اوكي عندنا هون شباب 42 طلقه مثل ما انتم شايفين على اليمين تحت، هيد شوت 220 بدون ولا خوذه ولا شيء، 40 كل 40 يا جميل 22 40 والله شيء لوز، وفيه اختراق دراع كمان. اوكي هاي بالنسبه للاين، نشوف الطبسون هذا ما يخلص. يلا كم طلقه فيه؟ 40 والله شيء باللوز. اوكي ليتس جو، عشان ندخل على الساحه ونشوف وضعه بالساحه يا جميلين. خلينا نجرب اول شيء الاين، ولي معلم طول بالك معلم، معلم ابو السجده صوت بالعشان هذا كمان معلم وقف. لا خلينا نبقى على الاين، نبقى على الاين، نبقى على عشان ما نخرب. هذا 130 فيه معلم يا اخي، ولي 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 ايش الضرب معلم؟ والله 30 معلم بضرب 30 يعني يعني اتس كول اتس كول. نجي لهون معلم 25 طبعا، هذوليك عندهم درع 2 مثل مثلهم 200 بالهير شوت معلم، معناتها ضربت هيد شوت واحده شباب بوضع لوز لوز. ابلع ابلع يا جميل، ويلي الهيد شوت ويلي ويلي عاود ثاني. هذا شو وضع معلم؟ طول بالك طول بالك، لا 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 حبيبي والله والله معلم كذا حبيبي والله شي بلوز والله شباب يعني صراحة شباب إذا ما بشوف غير ما بشوف سكار ولا اي كي ولا شي ولا أي شي تاني، دواشو حلو يعني بسرعة يعني كمان عم بضرب بسرعة جميلة يعني كمان شوي حلو والله كثير حلو. ويلي 30 معلم 30 20 من بعيد يعني مسافة هالمسافة يعني طبعا الف واحد عم بضربني شاب يعني واحد ما يلحق يعمل شيء. هيد شوت بلوز بلوز معلم بلوز، ويلي 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 ويلي. هذا بيتم معي الجميل. اوكي هلا نحاول على التبسون شباب، نشوف التوضع على التبسون يا اخي، خلينا نشوف التبسون شباب، التبسون دخيل الله التبسون معلم، خلينا نشوف التبسون شباب الحال وقت التبسون يا معلم. هنا التبسون اوكي، بالنسبة للتبسون شباب عندنا 84 هون بالهيد. اوكي يعني شيء كمان حلو معلم، وقف ايبلا ايبلا، شو هيدا يا جميل يا زلمة، هذا شو طالعه لفوق دخيل الله، هذا شو مطلعه لفوق هذا الدب، اقسم بالله شباب هذول يدوخونا والله العظيم. ايه على اليمين ابلع، ويلي ويلي كلهم ول 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 ول، لا عم تضربهم، شو تكفى بهجموا علي؟ تعالوا تعالوا انت يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده، يلا 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 بلا بلا بلا. والله شباب حتى والله استحين حلوين شباب يعني الصراحة يعني ايه التمانو الهيد شوتات معلم شو واو لوز اللوز برو والله تمام 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 والله حلو حلو حلو. خلينا نشوف الاي اي معلم بعيد يا اخي والله هيد شوتاته حلو
والله انا هيك شايف شبه عليه. هل يا ترى انا يعني محترف زياده؟ فهمت علي كيف حبيبي؟ والله اوكي حبيبي الكرام، اعتقد يكفي للان. وضعنا صار لوز اللوز يا اساطير. نطلع على برا، نطلع على برا ونشوف شباب الاوضاع. نرجع نشوف الـ 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 الاماكن حبايبي عندنا هون. نرجع بنكرر يعني ضرر واختراق دروع شيء مرتب. بالنسبه لسرعه التحميل يعني شفنا الشارجر الاصفر، وضعنا له شباب ضرر حلو. اوكي عندنا هذا شباب، هذا فيه المدى، لاحظنا بنفس الوقت نفس المدى بجيب من البعيد هيك شطات حلوه. يعني هذا بالرومات لوس يا اخي، كاتبين مخزن ذخيره ناقص ومع ذلك فيه 40 طلقة يا زلمة. معناتها إذا كيف إذا ما فيه هذا التبصم دخيل الله، والله شغلته شغلة معلم. حلو جدا هذا بالمدى ومع الاختراق يعني بينفع بالرومات كمان هذا التبصم. أوكي بالنسبة للتاني شباب عندنا سرعة التحميل دول الكار، وهذا نفسه كان موجود، أعتقد كان موجود، هذا ما كان موجود، هذا فيه يعني ضرر بس، ولكن إن فور هذا بيض يعني سرعة. الأسلحة هذول شباب لازم بسرعة من الآخر يعني. أوكي ليز درجة تمام حبايبي الكرام. سو شكرا لوجودكم معنا يا أساطير. هيك بيكون تم مقطعنا لليوم يا شباب. لا تنسونا بالانستغرام موجود على اليمين يا اساطير، والفيديو الثاني يا شباب موجود فوق حبايبنا قناه ليجو جيمنج. الثاني يا شباب نزلت لكم مقطع اسطوري يا شباب، بتمنى من كل اسطوره اللي ما شاهدوا يروح يشاهدوا يا شباب، واللي مش مشترك هون وهنيك يروح يشترك لانه راح تشوفوا اشياء لوس لوس حبايبي. بشوفكم على خير، تشاو.